المفروض ندي مثل كمان للجماهير ونطلع كل اللي عندنا في اللحظات الصعبه. راهنت على سليف كوليبالي وقلت تحديدا انه هيندمج سريعا مع النادي الاهلي وهيكون اضافه كبيره. طبعا الهدف بالنسبه لي كان اللعيب يتاقلم بسرعه مع زمايله في الملعب، لان اللعيب كان مهم جدا للفريق والفريق كان محتاجه. هو لعيب كويس وذهنيا حاضر دايما وبيعرف يركز كويس ولاعب محترف بشكل كبير، بيقدر يدي في الملعب، واعتقد ده الجماهير كانت منتظره. مع سليف كان الموضوع سهل ان اقدر اخليه يتاقلم بسرعه مع زمايله في الملعب ويتاقلم مع باقي افراد الفرقه ويبدا على طول يطلع كل اللي عنده. هو هادي بشكل عام، لكن هو في الملعب هو عنده روح كبيره، وبرده انا حبيت جدا ان زمايله يتاقلموا معاه بسرعه وبقى واحد منهم. أشعر أن دورك مع سليف نفس دور ميشيل لوميني المدير الفني اللي كان بيعتمد عليك، وكل ما يروح فريق دايما كان بيحب تكون موجود معاه. فعلا بالظبط، هو يعني هو الهدف برضه. انا كان حظي كويس، كان علاقتي كويسه جدا مع مدربيني، وبرضه لما بقيت مع اللعيبه علاقتي بيهم كويسه جدا. الهدف ما عادش على الماضي اقول علاقتي كويسه كانت مدرب، دلوقتي انا بتكلم انا مدرب واحط نفسي مكان المدربين اللي كانوا بيمرنوني، ودلوقتي بتكلم على اللعيبه اللي معايا. وسليف لعيب كويس، واشتغلت انا معاه مع منتخب مالي ولعبت واشتغلت مع نادي مازيمبي، ولما دخل نادي الاهلي وبدا يلعب عنده ثقه.